دلوقتي هنيجي نختار المدير الفني لمنتخب مصر، مش عايزين نكرر الاخطاء تاني، عايزين مدرب يكون كوف يقدر يساعدنا الفتره اللي جايه ان احنا نوصل لكاس العالم 2022 وننافس على بطولات افريقيا بشكل منتظم. مين المدير الفني او شكله عامل ازاي؟ مش لازم اسم، لو انت في دماغك اسم طبعا. انا في دماغي اسم. هايل. قول لي الاول قبل ما تقول لي الاسم، الشكل اللي انت عايزه لمدرب منتخب مصر اللي جاي. بص انا مقتنع كريم ان منتخب مصر مفيد جدا، المدير الفني المحلي النجم اللي يبقى اللعيبه شايفاه ان هو عمل تاريخ لمصر. فانا شايف انها بتفرق جدا مع منتخب مصر. اجاوب؟ طيب اجاوب. حسام حسن. تقصد حسام حسن؟ انا مقتنع طبعا كابتن حسام حسن. ما مسكش ولا مره ولا منتخب مصر ولا منتخب اولمبي، وكلنا بنشيد بيه. ساعات الناس بتعيب عليه العصبيه زياده، بس دي شخصيات، هو شخصيته كده، ومع السن ومع وبعدين انا بحس برضو يا كريم ان كابتن حسام حسن بيحس ان هو مظلوم او الناس مستنيه له على الغلطه، فعشان كده بتبقى عصبيته هو وكابتن ابراهيم زياده شويه. لا، وانت لما تدرب منتخب مصر ده ضغط مش طبيعي بقى، ده ضغط عمرك ما شفته في حياتك. بس هيبقى في راحه نفسيه. انا بحس ان كابتن حسام من كتر ما هو حاسس ان هو لا انا استحق ان انا ابقى متواجد كمدير فني منتخب مصر، وانا ما حدش بيرشحني خالص، ما حدش بيجيب اسمي، لا انا شايف المرحله اللي جايه دي كابتن حسام حسن عندنا فتره سنتين لغايه كاس تصفيات كاس العالم، نلحق نبني فرق، احنا هنبتدي كمان شهرين، فلازم تلحق تختار دلوقتي وتبقى واحد لسه ما يجيش يبص على اللعيب. يعني فكره اجيري ان انت تيجي قبل البطوله بكام شهر ويجي يبص على اللاعبين. يعني انا كان رايي كنا المدير الفني بتاع وادي دجله راجل بقاله سنة عارف اللعيبة كلها، عارف المستويات، فكان سهل قوي ان هو يختار اللعيب. بس يجيب لعيب مدير فني لسه جديد على القارة الأفريقية وجديد على مصر ولسه يجي يبص على ماتشين ثلاثة يقيم لعيب. طيب ليه حسام حسن؟ اولا احنا لعبتنا لما بتحس ان في نجم كبير ماسك المنتخب بيبقى في زي رهبة كده وهيبة، وتحس ان هم بيسمعوا كلام. وده اللي حصل مع كابتن حسن شحاتة. كابتن حسام حسن برضو من النوع اللي طبعه حامي، واحنا محتاجين المدير الفني اللي يبقى على الخط على طول، قاعد بيحمس اللعيبه وقاعد يعني بيوجههم معظم الوقت. انا ما بحبش المدير الفني اللي قاعد ساكت بصراحه بره، خصوصا مع لعيبه مصر، لعيبه مصر على طول بيحبوا التوجيه. وبعدين كل الفرق اللي مسكها يمكن ما اخدش بطولات لانه كان بيمسك مع فرق صغيره، بس هو كل الفرق انجز يعني أدى معهم بصورة جيدة جدا. عنده ميزة أنه بيقدر يكتشف لاعبين صغيرين، هو اللي اكتشف أحمد أيمن منصور، هو اللي اكتشف إسلام عيسى، بيعرف يحطهم في أماكن صح. أحمد أيمن منصور طول عمره بيلعب باك شمال، اكتشفه في حتة السنتر باك ولعب وأدى فيها بطريقة جيدة جدا. فأنا شايف أن لا المرحلة دي، وعارف لعيبة مصر كلها.